ناس كتير بتسأل إن هما مش بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. حابب بس إن أنا أنوه إن أنا أي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف. لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب. كل اللي أنت هتعمله بس إن أنت تضغط هنا على اسم القناة وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي ليست أو قوائم التشغيل. هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي أنت بتتابعه وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب، وما تنساش ان انت تدعمنا بلايك ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا تشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم حبايبي طلاب جريد فور، معلش اتاخرت عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد تو ليسنز وسهلين جدا مش محتاجين اي شرح خالص. تمارينهم كتيرة في المعاصر بس انت لو فهمت الفكرة مش لازم تحل التمارين كلها لأن هو الدرسين سهلين جدا يعني من أيام ما أنت في بري في في جريد 1 يعني. هنتكلم عن الأديشن وهنتكلم كمان عن السبتراكشن. فتعال كده ناخد الأديشن هنا بيقول لك مثلا استميت ركز كده معايا بيقول لك استميت يوزنج راوندنج تو ذا نيرست 10 فايند ذا إكزاكت أنسر. إكزاكت أنسر. طيب إحنا هنعمل إيه هنا؟ أول حاجة إحنا هنطلع

طب هنا بقى بيقول لك اعمل لي راوند تو ذا نيرست تن تن اه يعني هنحط هنا زيرو ما قلت لي ده هنحط هنا زيرو ما قلت لي بيكون في زيرو ونبص هنا على الفيرست ديجيتس عشان انت زيرو هنبص هنا على الفيرست ديجيت ال 9 ديت هل يا ترى ال 9 ديت بتعمل راوند اب لل 1 ايوه بعد هتبقى 1 بلس 1 2 وهنا برضو نفس الكلام هنحط هنا برضو التوريات هل يا ترى تعمل راوند اب ل 3 لا برضو هتتكتب هنا 3 زي ما هي بعد عندك 20 بلس 30 هيكون ايكوالز الايه 50 بس هنا برضو نحط هنا زيرو هنا برضو نحط زيرو اشمعنى علشان قال لي هنا رامن راوند تو ذا نورست 10 ونبص على الفيرست ديجيت اللي هو ال1 هل يا ترى ال1 دي تعمل راوند اب لل 5 لا طبعا كانت 5 زي ما هي وال3 برضه زي ما هي وهنا برضه نفس الكلام ال6 ديت هل يا ترى هتعمل راوند اب ل8 ايوه هتدي 1 1 بلس 8 ايكوالز 9 وال2 دي برضه هتفضل ايه زي ما هي 0 بلس 0 ايكوال 0 5 plus 9 equals 14 4 carry upon 1. 1 plus 3 4 4 plus 2 equals 6 تمام كده تمام هنا برضو نفس الكلام هنحط هنا 0 ونبص هنا على الاول ديجيت ال 8 هل يا ترى تدي ال 1 ايوه ال 7 هتدي لها 1 هتكون هنا 8 وكمل بقيه الايه النمبر هنا ال 5 وهنا ال 1 هنا برضو بحط هنا 0 وال 1 ديت هل يا ترى تدي لل 2 لا تتكتب دول زي ما هي وال 1 وبعد كده ال 4 0 بلس 0 0 A plus 2 10 0 يكال 1 1 plus 5 plus 1 equals 7 1 plus 4 هيكون equals 8, 5 ده الدرس ما فيش أي حاجة نفس السؤال برضو بس قال هنا اعمل round to the nearest yeah, sure thousand يعني نفس السؤال بالظبط يبقى 5 plus 9 equals 14 4 carry up 1 1 plus 5 6 6 plus 0 6 3 plus 8 equals 11 11 1 carry up 1 1 plus 3 equals 4 هنا برضو 1 plus 8 equals 9 2 plus 9 equals 11 1 carry up 1 1 plus 7 8 plus 3 11 1 carry up 1 1 plus 6 is 7 plus 5 equals 12 2 carry up 1 1 plus 2 3 plus 4 هيكون equals 8 7 خلي بالك لما بيجي لك مسألة زي دي في الامتحان لازم أن تراجع يعني أنت لازم تراجع تراجع على الحل بتاعك دوت لازم تراجع على الحل بتاعك دوت في الامتحان وارد جدا ان انا اغلط عادي ايه المشكله انا كمدرس بغلط ايه المشكله 2 بلس 8 10 0 اب 1 1 بلس 3 4 4 بلس 6 10 على الاقل مهلا كده 0 بلس 1 1 بلس 6 7 بلس 1 يطلع لك هنا 8 5 بلس 1 يكول 6 وال 8 دي بنعملها هنا ايه؟ دروبنج تمام كده تمام جدا طب بعد كده انت بتروح هنا بقى بتعمل راوند تو ذا قال لي هنا 1000 هنحط هنا بقى هنا بقى 3 زيروز عشان قال لي 1000 وهنبص هنا على الثيرد ديجيت اللي هو 3 هل يا ال 3 دي هتعمل راوند اب لل 3؟ لا <applause> يعني كده بتنسري زي ما هي هنا برضه 3 زيروز هي الايد ديت هتعمل راوند اب اللي جنبها ما اللي جنبها مفيش ما فيش اي حاجه يا مستر لا في زيرو الايد ديت هتعمل راوند اب بالفعل ان الزيرو يطلع لك هتدي يعني لها اي 1 تبقى 1 زي ما هي, هي. خلاص يبقى الايد ديت هتقول لي ما فيش جنبها حاجه لا في زيرو هيكون في زيرو بقى 3000 بلس ال 1000 هيكون ايكوال 4000 هنا برضه هنحط هنا 3 زيروز ونبص على السير ديجيت اللي هو 7 هل يا ترى ال 7 ديت تعمل راوند اب لل 6 ايوه 1 بلس 6 7 وال 2 برضه هتكون ايه زي ما هي تمام شوف ديت برضه هنحط هنا 3 زيروز وهنبص هنا على 3 هل يا ترى 3 ديت دي لل 5 لا بتتكتب زي ما هي وبعد كده ال 4 3 زيرو بلس 3 زيرو تحط هنا 3 زيروز 7 بلس ال 5 12 2 كاري اب 1 1 بلس 2 بلس ال 4 ايكوالز ال 7 نفس الكلام هم هنا برضه نحط هنا 3 زيروز ال 6 ديت تعمل راوند اب ال 5 ايوه 1 plus 5 6 وال 8 زي ما هي وهنا برضو نحط هنا 3 زيروز ال 1 ديت هتعمل راوند اب ال 1 دي لا هتتكتب ايه زي ما هي فهيبقى عندك هنا 3 زيروز هتنزل زي ما هي 6 plus 1, 7 وال 8 دي بتعمل لها هنا ايه دروبنج تمام كده يا معلم تمام طيب يا مستر طيب هنا برضو بيقول لك راوند تو استيميت ذا سم ذن سولف ذا بروبلم خلي بالك قال لك هنا استيميت وما قالكش هتعمل استيميت تو ذا نيورست براحتك انت عايز تعمل استيميت تو ذا نيورست 10 100000 فانا جايب لك المساله عشان كده فانا بقول لك الاستيميت هنا براحتك حاجه براحتك انت فاحنا هنا نعمل ايه مثلا انا هعمل راوند تو ذا نيورست 10 راوند تو ذا نيورست 10 براحتي هنحط زيرو وهنا برضو زيرو ونبص على 3 3 تدري لل 9 لا هتتكتب 9 زي ما هي وبعد كده 5 هنا برضو يعني ال 4 هتدي لل 9؟ لا، هتكتب 9 وهتكتب 1، 0 بلس 0 0، 9 بلس 9 18، 8 وكان 1، 1 بلس 5 بلس 1 هيكون ايكولز ال 7، 780. طيب، هنا برضه نفس الكلام نحط هنا انا هعمل راوند تو ذا نيرست ال 100، هنحط 2 زيروز وهنا 2 زيروز. ال 7 ديت هل يا ترى تدي لل 5؟ ايوه تدي لها 1 يبقى 6، وال 6 ديت هتدي للي جنبيها، ما انا ببص على السكند ديجيت على فكره، عشان عندي هنا 2 زيروز، اه تدي لها 1 600 بلس ال 100 هيطلع لك في الاخر بكام؟ 700 وهكذا بقى مسائل بقى بروبلم اللي هي اصلا اساس الدرس هيجي لك بروبلم يعني اساس الدرس هيجي لك السترو بروبلم السترو بروبلم في ناس كتير جدا يجي يقول لك ايه مستر معلش اديني الكلمات اللي تساعدني ان انا اعرف المساله دي هتكون بلس ولا ماينس ما عادش ينفع الكلام ده يا حبيب قلبي ما ينفعش انك تفكر بالتفكير دوت يعني في جريد 3 كنا بنقول الكلام ده علشان كان لسه برضه الحاصله اللغويه بتاعتك كانت لسه على قدها فكنا بنساعدك بحاجه زي كده. لا جريد فور لا انا لو قعدت احل معاك مسائل سترو بروبلم من هنا لحد اخر الشهر الموضوع متوقف عليك انت. انت اللي لازم تكون تفهم الاكزامبل وتفهم الفكره ايه بيتكلم عن ايه وتحدد ايه الاوبريشن اللي انت هتعملها. ده انت لسه عندك ملتبلاي ولسه عندك كمان الديفيجن فانت لازم تكون فاهم حاجه زي ديت. يعني هنا بيقول لك ايه في الاكزامبل دوت؟ بيقول لك هنا 273 chips يعني سفينه passed through the Suez Canal عدت من على قناه السويس in January في شهر يناير and 375 ships crossed in February وكمان العدد دوت من السفن برضو عدى في شهر ايه فبراير فبقول لك هنا find the total sum of ships the two months هتقول لي مثلا عارف ان كلمه توتال ديت دي معناها sum ما فيش مشكله لما اجي اكتب المبلغ الجامد لا جبنا مزج قال لي هنا the total sum of shapes in the two months اكتب له كده طب لو ما كتبتهاش عادي ما فيش مشكله ليه ما فيش مشكله خلاص فهنعمل هنا بقى ايه يفضل انك تخلي المساله كده بالايه بالفيرتيكال واقول له بلس 273 لازم انت تعمل دي كده هتقول يا مستر بحب احب المساله واحل بعرف احلها بالهورزنتال لا معلش خليها كده 5 بلس 3 ايكوالز 8 7 plus 7 equals 14, 4 can 1, 1 plus 3, 4, 4 plus 2 بيكون equals 6, 648 shapes. A bridge of ants, كوبري من النمل, consists of يتكون من 142 ants. يعني كوبري من النمل كده في ايه العدد ده? 142 ants. And another bridge, وكوبري تاني, consists of 165 ants. How many ants are there in the two bridge together؟ يبقى الكوبريين دولت بيبقى فيهم عدد النمل قد ايه؟ برضه هنعملهم نملس together يعني مع بعض 142 plus 165 واقول له هنا 2 plus 5 7 4 plus 6 10 0 1 1 plus 1 plus 1 بيكون equals 3 واقول له هنا ايه؟ ants شوف المثال اللي بعديها منى has 5235 bound هير فاذر جيف هير 2365 باوند باباها ادالها فلوس فالفلوس اللي معاها ديت هتزيد ولا هتقل؟ هي يعني معاها المبلغ دوت هذه يعني معاها او تملك وجي باباها ادالها كمان فلوس فالفلوس اللي معاها كده هتزيد ولا تقل؟ هتزيد مصر يعني بلس ولا ماينس؟ بلس بس كده يبقى 5235 بقول له هنا بلس 2365 5 بلس 5 10 0 1 1 plus 3 equals 4, 4 plus 6 equals 10. 0 equals 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 equals 6. 5 plus 2 equals 7. وأقول له هنا le. le يعني a bound. In a week في أسبوع 7,825 tourists visited Karnak Temple. العدد دا من السياح زاروا معبد الكارنب. In the next week, في الأسبوع اللي بعدي, 8,245 tourists visited it. والعدد ده برضو من السياح زاروا ليه برضو معبد الكرنك. How many tourists visited in the temple in the two weeks? عدد السياح في الأسبوعين برضو 7,825. برضو هنا بلس 8,245. ونعمل هنا 5 plus 5 equals 10. 0 equals 1. 1 plus 2, 3 plus 4 equals 7. 8 plus 2 10 0 1 1 plus 7 8 8 plus 8 equals 8, 16 له هنا 2 raise this ندخل على درس السبتراكشن خلينا مثلا بسرعه وكده ما هو التمارين كتير في المعاصر حل حل على قد ما تقدر في البلس وبعد كده ادخل على الايه سبتراكت السبتراكت طبعا انت عارف المشكله بتبقى لطلبه كتير هقول لك ازاي 3 2 equals 1 6 ماينس 4 ايكوالز 2 2 ماينس 8 هنا بقى المشكله انا عندي هنا 2 ماينس 8 انا عندي هنا 2 ماينس 8 بيكون ايكوالز الايه 2 ماينس 8 طبعا هتقول واحد يقول لي يقول لي مثلا هتكون 6 2 ماينس 8 يقول لي هنا 6 قال لك لا 2 ماينس 8 مش مش هتكون ايكوال 6 خلي بالك 2 2 كلوزنج 6 فهنعمل بورو ودي بقى اللي بتلخبط طلبه كتير. هنعمل بورو فال 9 ديت هتكون ب 8 ونحط جنب ال 2 هنا 1. هنعد من بعد ال 8 لحد ما نوصل ل 12، افتر 8، 9، 10، 11، 12 بيطلع لك هنا كام؟ 4. 8 ماينس 3 بيكون ايكوالز ال 8، 5. شوف هنا برضه 5 ماينس 7، 5 كلوزنج 7 مش هتنفع. فنعمل برو، هنحط جنب ال 5 دي 1، وال 2 ديت هتكون جنبها 1. 15 ماينس 7 هيكون ايكوالز ال 8. 1 ماينس ال 1 0 6 ماينس ال 4 2 6 ماينس ال 4 برضو هيكون ايكوالز ال 8 2 قال لك بقى اعمل لي راوند راوند اتش نمبر تو ذا نيرست 1000 نيرست 1000 هنحط هنا 3 زيروز وانا برضه 3 زيروز ونبص على الثيرد ديجيت 2 هل يا ترى 2 دوت يعمل راوند اب ال 9؟ لا هتكتب 9 زي ما هي وهنا برضو ال 8 هيعمل راوند اب لل 3 ايوه 1 بلس 3 ايكوال 4 9000 ماينس ال 4000 هيطلع لك ايه في الاخر هنا؟ هيطلع لك هنا 5000 هيطلع لك هنا ايه؟ 5000 هنا برضو هنحط هنا 3 زيروز وهنا برضو 3 زيروز ونبص هنا على 6 هل يا ترى ال 6 دي هتعمل راوند اب لل 6 دي؟ ايوه هيطلع لك هنا 7 ال 4 هيدي ال 4 دي بقى لا فهتبقى ال 4 زي ما هي 7000 ماينس ال 4000 هيطلع لك هنا ايه؟ 3000 بيقول لك هل يا ترى تو تشيك ذا نيس اوف يور انسر هل يا ترى النمبر ده يعتبر كلوزر تو او قريب او كلوز تو 5421 قريب منه اه ممكن اما ده لا نوت ريزونبل نوت ريزونبل يعني بعيد قوي هنا 2000 وهنا 3000 فبعاد عن بعض قوي هنا برضه زي ما قلت لك المساله دي لازم نخليها بالايه؟ بالفيرتيكال يعني 3700 28 والديجيت تحتها ديجيت هنا 1596 نعمل ماينس 8 6 بتكون ايكوالز 2 2 9 طبعا هتبقى كانت بي فبنعمل ايه هنا؟ هتبقى دي 7 هتكون 6 وال 2 دي هتكون 12 12 9 بتطلع لك ب 3 6 5 هتكون هنا 1 3 1 برضه هتطلع لك ب 2 هيكون عندك 2132 هنا برضه نفس الكلام 2617 وهنا 1716 7 6 equals 1 1 1 ب 0 6 7 برضه هتبقى كانت بي هتبقى 16 وال2 هتكون ب1 16 7 هيطلع لك في الاخر بكام ب 9 1 1 ب 0 ما شفتهاش فلازما انت في المسالتين دولت اي مساله لما تجيلك كده انت بتخليها بالفيرتيكال واقفه كده عشان ما تغلطش شوف هنا بقى بيقول لك ايه A road of 675 كيلومتر لينز في طريق اللينس بتاعته بتكون الايه الاماونت دي If a train traveled a distance يعني معانا بص بص اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه اهدى بس شويه بقول لك احنا معانا طريق زي ما انت شايف قدامك كده ده طريق اللينس بتاعته قد ايه 675 كيلومتر بيقول لك هنا في ترين traveled a distance 235 كيلومتر from this road يعني بيقول لك في قطر مشى مسافه بس من ايه من على الطريق ده قد ايه 239 فبيقول لك هنا what is the remaining distance انا عايز اللي اتبقى هنا لسه فاضل له قد ايه ويوصل للنهايه فاكيد كلمه remaining دي كمان من ضمن الكي اللي معناها subtract فسيادتك هتعمل subtract علشان يكمل بقيه الطريق يبقى هنقول لنا 675 ماينس 239 وبعدين انت عندك هنا 5 ماينس 9 can't be هتبقى هنا 15 وال7 تكون ب 6 15 ماينس 9 هتطلع لك بكام ب 6 6 ماينس 3 ايكوال 3 6 ماينس 2 بتكون equal ل 4 تمام تمام السؤال اللي بعديه حسن هاز هاز يعني معايا 8460 باوند حسن معاه المبلغ دوت هي بوت ا هو لما يروح يشتري هو راح يشتري تليفون هو لما يروح يشتري الفلوس اللي معاه بتزيد ولا بتقل؟ ها؟ أه؟ الفلوس اللي معاه بتزيد ولا بتقل؟ بتقل يعني بلس ولا ماينس؟ ماينس بس كده يبقى يعني انا اقول له هنا 8000 ببدا هنا بالجريتر ماينس 3650 حضرتك لازم تعمل سبتراكت بمنتهى الدقه 0 ماينس 0 هتكون ايكوالز إيه 0 من 0 يكون 0 6 ماينس 5 هتكون ايكوالز ال 1 4 ماينس 6 طبعا هتبقى كانت بي هيكون عندك ده 14 وال 8 ديت هتطلع لك بكام ب 7 14 ماينس 6 هعدي بعد 6 لحد 14 يطلع لك هنا ب 8 7 3 بيكون ايكوالز ال 4 وبس كده هتبدا تحل بقى وزي ما قلت لك مسائل السلوب بروبلم لازم ان انت تفكر فيها كويس جدا ان شاء الله الايام اللي جايه هن هندرك دروس كتيره والمراجعات برضو مش هنساكوا فيها بإذن الله بس ما تنساش تشترك في القناة أشوفكم إن شاء الله على خير سلام